السلام عليكم احبه ديالي، كاملين لاباس عليكم؟ الصحه مزيانه؟ كنتمنى الفيديو اليوم ينال الرضا ديالكم ولقى الاعجاب ديالكم. كما كنتمنى دائما ان يكون ضيفه خفيفه على القلوب للمشاهدين والمشاهدات، ضيفه مرحب بها اينما حللتو ومرتحلتو. مرحبا بكم معايا في المباراه ديال اليوم اللي غتكون مشكله من بعد الخضر والفواكه. مرحبا بكم معايا اليوم على واحد المباراه اللي هي ان شاء الله غتكون حاسمه داخل الكوزينه، وغنتعرفوا بطبيعه الحال على التشكيله ملي انا نمشي انا الوصفات ديالنا. خليكم معايا وما تمشيوش بعيد، وكنتمنى نفوزوا حنا ما يفوزوش هما، لان الاوضاع لا تبشر بالخير. خليكم مع المباراه ديال اليوم وما تنساوش تشجعوني، انا في حاجه ماسه الى تشجيعاتكم لانني لعبه بوحديتي. مهم خليكم مع الفيديو. المهم اخوتي، عمدا معكم الفطور ديال اول نهار، نصاوب العصير ديال الليمون، اخذو نقيسو وغسلتو وحطيتو في الماء هنا باش نسرقو ونكمل عليه ان شاء الله. غنمشيو للطبق اللي هو رئيسي في رمضان، هو الحريره. والحريره اخوتي اش غنقول لكم اليوم، انا اشتهت في الحريره، غنصاوبها مدلع عليكم. غنبداو بالمكونات الاساسيه والتشكيله الرسميه، دائما عامل بالفريق المنتخب الوطني هي البصله. الهجوم مكون من مطيشه مره كتجمع امانة، وبطبيعه الحال الحارس ديال المرمى هو الدجاج. ما نقول لكم شي، كيقولنا انا ب 20 درهم انا هابط طالع، انا هابط، خليوها على الله وصافي. بالنسبه لمطيشه تبارك الله ما شاء الله، حتى هي قالت الكلمه ديالها، هذه رجعت هي عميد الفريق. بالنسبه يا خوتي للجمهور، هو هذا الحمص بقى جالس 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 من اللي جا رمضان، قلنا اجي نعطيكم هو والعدس. بالنسبه خوتي للربيع، يعني الكرفس والمعدنوس والقزبر، هذو هما الحسيات، هذو هما اللي عطاونا علاش نقلبوا. المهم اخوتي بالنسبه هذه الحريره تنطحن هادشي هذا كامل وعاد نرجع نكمل معكم. بالنسبه اخوتي الوصفه الثانيه، انا من رغيفات ام عمرين ضروري من العميد ديال مدرب المنتخب الوطني اللي هي البصله، الخزو كما كتشاهدوا معايا باقا ما وصلتش النوى. وبالنسبه يعني الفلفله تبارك الله ما شاء الله، هذه اش غنقول لك، هذه هي الطبيب ولات على ثمن. والدجاج غنمشتو بها مع هاد الفخيضات ان شاء الله، وغنصوبو الوصفه ديالنا بثلاثه. انا الفريق ديال الصيام ان شاء الله بالنسبه لي انا شي كافي، لا زيت غنزيد شي حاجه ديال الحس وصافي، نطحن هادشي ونرجع معكم. المهم اخوتي غنكملو على الحريره بعد ما طحنت مطيشه والبصله والربيع حتى هو زيد طحنتو شويه، غنزيد معاها الزيت. انا بالنسبه للزيت اخوتي انا ما كنعبرش، كنعمل داك عبر ديال جوج معلقات هيدايا، ولكن كنعمل عيني ميزاني الصراحه. عندي هنا الدجاج، وعندي ايضا هنايا كما كتشوفوا معايا السمنطاط اللي صوبته معكم، وغنكمل على العطريه ديالي. بالنسبه للعطريه اخوتي عاديه، انا كنعمل الكركم يعني الخرقوم، كنعمل الابزار، الفلفل الاسود، قرفه وسكنجبير اولا الزنجبيل. هذيك ضامه ديال البنه ديال الحريره، لاننا هذيك كنعملوا اما في البدايه او في الوسط، انا دائما كنعملها في الاول. بالنسبه للملحه، عندي الملحه ديال النواره والملحه عاديه، والملحه ديال النواره صراحه واحد الملحه اللي هي صحيه، كنصحكم انكم تطيبوا بها وتستعملوها. بالنسبه خوتي المطيشه هذه، انا الحريره كنطيب وكنخليها يعني كندور غير لا كونتيتي اللي غناكل، حتى نكون عند دوار الحريره عاد نستعملها ونكمل معكم بعد ما نحطها تتقلى وتوجدنا ان شاء الله. المهم اخوتي هذا هو خزو بعد ما طب، غنطحنو دابا. بالنسبه للعصير كما كتشوفوا معايا انا عصرت ليمونه، ودابا غنطحن هذا الخزو هنايا ونرجع معكم. غنزيدو شي معلقه ديال السكر، ضروري من السكر باش ما يجيناش العصير باسل. بعد ما قطعت الخضره، المهم حكيت هنا خزو او تشاده او الزرو ديالي حسب المنطقه، الفلفل الاحمر والاصفر راه كتبان لكم شويه حمراء مقدار اللي بينا كامله، ها ولات غاليه. البصله انا يما كتقول لي قلع البصله قلع البصله، وقلعت عليها كامله ما يكونش خليت لها. هنايا واحد الفخيط ديال الدجاج كما كتشوفوا قطعته، وهنايا ربع قزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه اخوتي، القرفه، الابزار، الفلفل الاسود، السكنجبير، الزنجبيل، والفلفل الاحمر او الفابريكا او التحميره، ولا الخرقوم او الكركم. وها هو فين الفخيط، مشيش بابا نخلي هذاك من الحريره. المهم اخوتي مثل الملحه، الملحه دائما كنعمل جوج انا،
انا كنطيب الزيت هذه البلديه، وعنزيد معها شي حاجه ديال الصوجا، من غير شي حاجه. ودابا نرجع تقلى ونرجع معكم ان شاء الله نكمل المراحل ديال الطبخات ديالنا ديال اليوم. المهم اخوتي هذه هي التميره ديالنا كتوجد كما كتشوفوا. نسيت راه عملت فيها واحد السن ديال الثومه، عملت فيها شي حاجه ديال الزعتر او لا الزعتر، حنا كنقولوا للزعتر كل واحد وشنو كنسميه. المهم خلي هذيك المره الطياب ديالها. بالنسبه هنا للرغيفات، بالنسبه للرغيفات اخوتي عامله انا الدقيق ديال الفينو شي حاجه ديال الزرة، والطحين فرص عادي، عملت شي حاجه خماره عفوا ديال خماره حمراء. هنا غنزيد شي حاجه ديال الملحه وديال السكر، غنزيد معاها الزيت كما كتلاحظوا معايا، شي ملعقه هايده ديال الزيت اما بلديه ولا روميه الواحد وشنو عنده في الدار ديالو، يعني كيبقى داكشي اختياري. ودابا غنكمل اخوتي بالماء، نخلط العجينه ديالي ونرجع معكم. المهم اخوتي بعد ما نطرحو قطعتهم هيدا كويرات كما كتشوفو، دابا كنورقهم. ايوا شي ما كاين، هذا هو رمضان 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 رمضان. شحال هادي كانوا كيفرقوا الناس الصيام غير بالحريره، اليوم ولا خصنا المعمر والمحمر والمجمر وما الى ذلك، وحنا ماشيين. المهم هي هذه بعد ما ورقتها، عملنا هنا شي حاجه ديال المارغرين، صراحه تعطل عليا الحال داكشي علاش ما دوبتهاش، ملي كندوبها كتجي حسن. المهم وكنعملها على شكل يعني مربى، ما كنستعمل لا سميده لا والو، كنمشي بهذه الطريقه خوتي حتى نساليهم كاملين وعاد نرجع معكم ان شاء الله. المهم اخوتي دابا كنطلقهم شويه شويه، ماشي بزاف، شويه هيدايا كما كتشوفوا. كنهز التعميره ديالي وكنعملها هنا، المهم كنشد على الشكل هذا بحال يعني في ولا زائد، المهم كل واحد وكيفاش عاد بالو. وكنعمل هنا واحد الحبيبه ديال الزيتون بالطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وها هي ديالنا واجدة. نزيد معكم واحدة أخرى، نفس الطريقة الطريقة خوتي بهذه الطريقة هذه، كنزيدو هنا القناص دائما جنب وكنعملو هاد الوريضة هذه، وهي واجدة خوتي. وغنكملو على الخدمة ديالنا. المهم اخوتي بعد ما سالينا دابا غندهنهم بالبيض، يعني طريقة عادية كاملين تنساليهم، ومن بعد غنشعل الفران وندخلهم يطيبو في الفران ونرجع معاكم في الشكل النهائي. المهم اخوتي بعد ما طابت الحريرة وقسمتها على جوج، دابا غندورها كنعملها مطيشة. الشهية الأولى، من بعد هنزيد الدقيق الزبدة بالماء، وزدت معها تكنور ديال الدجاج، دائما كان كيعجبني إما كنور ديال الدجاج وإما ديال السمن، دائما زدت تكنور ديال الدجاج على حساب عندي. وغنعمل له هاد الشعرية هادي، أنا كنعجبني الشعرية هادي ديال السلفة في الحريرة كتجي أحسن. المهم غنكمل معكم دابا خوتي، خليها تطيب ونرجع معكم في النهايه. المهم اخوتي هذه هي الحريره كيف كتشوفها، كي جات مازال سخونه صراحه تعطلت اليوم. هذا هما الخبيزه ديالنا، هما فينهم يعني مقرمشين خفافين مزيونين. وبالنسبه للعصير ديالنا هو هذا، تواجه خاطر مزيون واقتصادي. وبالنسبه اخوتي للبقيه الشباكيه والسحوت والتمر والسفوف واتاي ضروري، وشهية طيبه للجميع يا رب.